سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل هذا اليوم بل ونكمل بإذن الله سورة الملك. فبعد أن نستمع إلى قراءة هذه السورة نواصل مع ما بقي منها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه السورة التي ورد في الحديث أنها شفعت لصاحبها ولذلك فعلى المسلم أن يتعاهدها بين فترة وأخرى وبخاصة قبل نومه لتكون له شفيعاً عند الله جل وعلا مع أن القرآن كله يأتي شفيعاً لأصحابه ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور بذلك كسورة تبارك هذه السورة كما قلنا في الدرس الماضي توقظ في القلب الإيمان تخاطب عقله تخاطب قلبه تعطي فرصة للحوار والنقاش والأسئلة كما مر في الدرس الماضي وما سيمر اليوم وهذا درس للدعاة درس للعلماء درس للمربين لأن يكون حديثهم مع الناس أن يكون حديثهم مع الناس بأسلوب الحوار والهدوء والمحاولة والتكرار فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين فهو يخاطب هذا العقل وهو أدعى للقبول ولذلك فكثير من أسباب أو من أهم أسباب انحراف الأبناء أصلح الله أبناءنا وأبناءكم هو أن الأب أو الأم أو المربي لا يجيد لغة الحوار مع أبنائه أو مع تلاميذه فمن منهج النصارى أطفئ نور عقلك واعتقد لكن منهج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن هو أسلوب الصبر والتحمل والحوار والنقاش سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هكذا مر معنا في الأسبوع الماضي القسم الأول وأمر على ما وقفنا عنده وإن كنا ختمنا به الدرس ولكنه يحتاج إلى أيضا مزيد من الإضافة أو التأكيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير والخشية بالغيب كما قلنا أي أنهم يخشون الله وهم لم يروه ولا يمكن أن يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة جعل الله وإياكم فإذا الإيمان بالغيب تكرر في القرآن كثيرا بل من أول سورة البقرة ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وركز عليه القرآن لأن الإيمان بالغيب يدل على عمق في الإيمان فأكثر الناس لا يؤمنون إلا في المحسوسات ولكن الإيمان بالغيب هي درجة عالية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأيضا من معنى الإيمان بالغيب أي أنهم إذا غابوا عن الناس كانت عبادتهم أفضل من عبادتهم أمام الناس فهو إذا خلى بربه
ازداد عبادة وخشية وخوف. ولذلك جاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعل الله وإياكم منهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصور يمينه وشماله، فهو يحرص حتى على أن اليسار لا تعلم من باب أولى أن لا يعلم الآخر. بينما ربما بعض الناس ليس من باب الاقتداء يتحدث أنني تصدقت وفعلت وفعلت وفعلت. لا شك أن تبدو الصدقات أو تخفوها، بيّن الله جل وعلا أن تبدو الصدقات فهو خير لك، بيّن الله جل وعلا أن يمكن إبداء الصدقات من باب ليس من باب الرياء كما في سورة البقرة، من باب الاقتداء. أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي الصدقة بالسر تطفئ غضب الرب، فهو أيضا من الإيمان بالغيب، يخشون ربهم بالغيب. وهذا باب عظيم جدا مررنا عليه كما قلت سابقا. لهم مغفرة وأجر كبير. قدم المغفرة لأن الإنسان يخشى أنه مع عمله حتى وإن كان في السر أو مع إيمانه بالغيب أن يكون قصر، والتقصير حادث، ومع ذلك يقول لهم مغفرة، يعفو الله عنهم، يتجاوز عما يقع. ولذلك من الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. أحياناً يقع منا بعض مظاهر التقصير أو الخطأ دون قصد، فمع ذلك عليك أن تستغفر الله. فقال لهم مغفرة، بل يقول لهم أجر، وليس أجراً واحداً، أجر كبير. انظروا إلى لطف الله جل وعلا وإلى رحمته وإلى عفوه وإلى امتنانه لمنته على عباده جل وعلا. فقضية إذن الإيمان بالغيب نحتاج إليها في تربية أبنائنا. يذكر أن عالماً من العلماء كان عنده طلاب آخر العام أو في آخر الفصل، لا طبعاً ليس قبل أيام الدراسات والجامعات النظامية، وكان عنده شاب يتوسم فيه النباهة والذكاء، فكان زملائه يحسدونه، وهذا يقع. فإخوة يوسف حسدوا يوسف عليه السلام، وأيضا بعض الأبناء أحيانا قد يحسدون أخا لهم، والبنات يحسدن أختا لهم، والطلاب في الفصل وغيره يحسدون زميلا لهم، هذا موجود ومعروف. فشعروا أن الشيخ يقدمه لأنه يعده لمرحلة قادمة، فأراد أن يعطيهم درسا مهما، فقال لهم: وقد انتهوا من دراسة كتاب أو نحوه، بمناسبة انتهي قراءة الكتاب، كل منا يأتي في الغد بطير يؤكل غير مذبوح. ففعلا كل منهم جاء بطير ومعه سكينه مما يؤكل، حمامة أو عصفور أو غيره، أن يكون حيا وأن يكون مما يؤكل ولا يذبحه. لما حضروا قال لهم، طبعا يريدون أن يعدوا فيها وجبة الطعام، بدل أن نذبح هكذا إيش رأيكم نعمل مسابقة؟ قالوا نعم. قال: سأعد أرقاما، فإذا وصلت إلى الرقم كذا كل ينطلق ويذهب إلى مكان لا يراه أحد ويذبح طيره ويأتي، وأنا سأسجل، يقول الذي يأتي الأول الأول. فعلا انطلقوا بعد، فبعد قليل بدأوا يأتون، كل ذبح صيدة أو طيرة وتجدها تخر من الدم لأنها يريد كل منهم يسجل أنه، والشيخ يسجل. لاحظوا أن هذا الشاب الذي كان الشيخ يقدمه ما جاء، فالطلاب نفسيا فرحوا، قالوا حتى يرى الشيخ هذا الذي يفضل علينا. انتهى الطلاب ما جاء، ثم جاء، والعجيب جاء دون اتفاق مع الشيخ، والطير حي ما ذبحه. قال له الشيخ: الآن تتأخر ومع ذلك تأتي بالطير ولم تذبح،
ينهرها أمام الآخرين. قال يا شيخ رفقا أنت ماذا قلت؟ قال أنا قلت كل واحد منكم يذهب لمكان لا يرى في أحد ويذبح طيرة. قال صدقت، أنا ذهبت خلف كذا المكان الفلاني والله يراني، ذهبت المكان الفلاني فالله يراني. أنت ما قلت لم يره أحد من المخلوقين؟ والله قل هو الله أحد، الله الصمد، فالله أحد. فأطرق الطلاب رؤوسهم وعلموا أنهم فشلوا في الامتحان وأنه فاز في امتحانه. هذا أسلوب تربوي جميل دون أن يتكلم الشيخ بكلمة، ومن باب لأهمية التربية سلكه عمر رضي الله عنه بطريقة أخرى مع الصحابة. كان عمر رضي الله عنه، وهذه أقوى وأعمق، يجمع الصحابة وكبار الصحابة ومعهم ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 عاما، وعندما تولى عمر رضي الله تعالى عنه وخلافة أبو بكر كما تعلم 2 سنين وقليل، يعني عمره 15 عاما أو 16 عاما، فكان يأتي به فالصحابة بشر مثل غيرهم، وجد بعضهم في نفسه أنه لماذا عمر يأتي بابن عباس ولا يأتونهم بأبنائهم، يعني اللقاء خاص بكبار الصحابة. عمر أدرك هذه القضية، وقيل في بعض الروايات أن بعضهم تكلم في ذلك، ما جاء عمر وقال ابن عباس فيه وابن عباس فيه وابن عباس فيه وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأن علمه كذا، لا. يوم من الأيام هم جلوس قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ انظروا لهذا الرجل العجيب ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لم يتكلم، تكلم الصحابة قالوا هذا نصر الله وفتحه ودخول الناس في دين، يعني فعلا كلامهم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهوا، عمر لم يقتنع بهذا الجواب لأن هذا جواب ظاهر. قال لماذا لم تتكلم يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساكت ما تكلم. قال ما أراه، أي ما أرى هذه السورة إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. فتبسم عمر قال وأنا لا أراه إلا ذلك. كيف؟ يقول هذه السورة الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم أنت جئت المهمة يا محمد من أجل هداية الناس، أما وقد جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا انتهت مهمتك. هذا بعد انتهاء المهمة والانتقال إلى الرفيق الأعلى. قال ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، معنى تدبري عظيم جدا. فأصبح الصحابة إذا جاءوا ولم يجدوا ابن عباس قالوا أين ابن عباس؟ لماذا لم يحضر معنا ابن عباس؟ هذا أسلوب في الإقناع، يعني لما يراك أبناؤك تفضل أحد من الأبناء أو يرى الطلاب أنك تفضل أحد التلاميذ لا بد بطريقة معينة تشعرهم لماذا تفضله، وإلا ربما يقع الأمر قد يكيدوا له كيد أو يقع في نفوسهم عليه شيء لا يدركون ما أدركه الأب أو المعلم أو الموجه. هذه معاني عميقة، فهي داخلة من أردت في القصة الأولى الذين يخشون ربهم بالغيب. ثم قال وأسروا قولكم أو اجهروا بإنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تكلمنا عن السر والجهر والعلانية وأخفى، فالجهر هو كلامي الآن جهر. السر أن يتحدث أحدكم مع الآخر لا يسمع أحد. طيب ما هو الأخفى؟ هو الذي في قلبك. إذن 3 مراحل، الجهر واضح فيعلم الجهر سبحانه وتعالى، السر هو أن يكون بين 2 فأكثر، وأسروا قولكم أي بينكم أو اجهروا به. طيب يعلم السر وأخفى، ما هو الأخفى؟ هو خواطر القلب الذي لا يعلمه أحد، حتى الذي بجانبك لا يعلمه، فكلها يعلمها الله جل وعلا. ثم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق الله خلق الإنسان وجعل فيه المدارك فهو يعلم أسراره وما يكون فيه. فهو سؤال قلت لكم يثير الإجابة ويثير المعنى، التركيز على اللطيف الخبير. ذكر العلماء أن قالوا كما قال ابن عاشور اللطيف العالم، اللطيف العالم بخبايا الأمور والمدبر لها برفق وحكمة، والخبير
هو العليم الذي لا تعزب عنه الحوادث سبحانه وتعالى، فهو يلزم العلم والخبرة. وهنا أيضا وقفة أخرى، إصلاح أحوال الناس وأحوال بيتك، بل إصلاح أحوال نفسك تحتاج إلى العلم والخبرة، إلى اللطف عفوا، إلى اللطف والخبرة. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. لاحظوا، يعقوب يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما هو الشاهد هنا؟ انظروا إلى واقعنا وما يجب، اللطيف الخبير. الأمور العظيمة تحتاج إلى لطف، إلى رفق، إلى هدوء، إلى ثبات أعصاب. واقع كثير من الناس خلاف ذلك. إذا كان الأمر عظيم أصيب بالجلبة والاضطراب، هذا لا يستطيع أن يحل المشكلة، لا يمكن. وحتى نصل إلى هذا الجانب، انظروا إلى الفتية وهم فتية يعلموننا، وليتلطف. ما دام سيذهب الآن إلى المدينة وهم قد هربوا منها، لأنهم لو علم بهم الملك وهم لم يعلموا أن الأمر قد تغير وبكثوا في نومهم أكثر من 300 سنة، فخافوا على أنفسهم، قالوا وليتلطف، أي أنه يذهب ويشتري ويرجع لا يعلم به أحد، لأن القضية خاصة جدا. وأيضا كذلك يعقوب يقول لأبنائه اذهبوا فتحسسوا، لاحظوا تحسسوا برفق ولطف حتى تصلوا إلى يوسف، لأنكم لو تعلنون عن أنفسكم قد يبطش بكم، قد ينالكم أذى. إذن كذلك وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، الأمور العظيمة خلق الله جل وعلا، تدبير مصالح العباد يحتاج إلى لطف وخبرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فبعضنا يأتي للبيت مثلا ويجد مشكلة في البيت معقدة صعبة، بدل أن نحلها بلطف وهدوء وبعد نظر، ربما تقع المشكلة، يقع الطلاق، يقع مشكلة مع أحد الأبناء قد يخرج من البيت ولا يرجع. مثلا جاءني أحد الآباء وقال لي إن ابني فعل كذا وكذا فطردته من البيت. قلت له: ما هو السبب؟ قال: كان ضعيف الصلاة في المسجد، يصلي لكن يصلي في البيت وأحيانا في المسجد. قلت له: لما طردته سكن في المسجد؟ قال: لا، راح مع شباب فسقه، سكن معهم. قلت: نظرت كيف تصرف الخاطئ؟ هو عندك في البيت على الأقل يصلي أحيانا، هو يصلي لكن أحيانا يصلي في المسجد وأحيانا لا يصلي، كان المفروض تترفق به. أنت الآن طردته من البيت وسكن مع فسقة، يقول مدخنين لا يصلون. فلو أنك عاملت ابنك قلت له برفق ما حدث لك هذا. فهذا يتكرر أحيانا، يأتي الإنسان للبيت يجد مشكلة من الزوجة مثلا تنتهي بالطلاق أحيانا، والأحوال في ذلك كثيرة، خاصة في باب الطلاق كثيرة جدا، ولأسباب أحيانا أيها الأحبة والله ما تستحق. يبدأ النقاش وكل منهم يرفع صوته ثم يطلق طالق طالق هكذا. ولذلك حتى في أعمالنا الرسمية، حتى في مسؤولياتنا، حتى في حل مشاكل الناس، حتى في الدعوة تحتاج إلى لطف. وفي قصة لأن فعلا حقيقية ما كررتها، وقعت قبل أكثر من 40 سنة في شارع يسمى، يعرفه الأخوة أرض التغير الآن، يسمى شارع الوزير. ويمر عند حديقة، هي الحديقة التي كانت فيها البلدية أمانة مدينة الرياض، موجودة في الحديقة. وفي شارع يأتي من الغرب من الديرة اسمه شارع ثميري، في رجل أنا رأيته يعني يأتي معه راد كبير، الله المستعان، عندما كان يرى الراد من الكبائر، ويفتح الراد، قد يكون يغني قد يكون لا يبالي، ويبدو أن الرجل في عنده شيء، ويمشي من الجهة الشمال إلى الجنوب ويصل إلى منفوحة، يبدو أن بيته هناك. فيوم من الأيام رجل نازل
فالتقى معه في التقاطع، هذا نازل من الثمير وهذا ذاهب إلى منفوح، والصوت مرفوع يبدو أن كان أغاني، قام ونهره وتكلم عليه، لماذا ما يغلق الراديو؟ ما يجوز الأغاني، وتكلم عليه، قام ورفع الراديو وقال لي تقدر تسوي سوي. فبدل ما يترك الراديو كما هو رفع صوته قال سوي اللي عندك. يقول لما راح وجدت اني ما سويت خير فعلا. يقول تلثم بسرعة ونزل من الحديقة أو من وسط الحديقة واستقبله مع الشارع طارق بن زياد قبل أن يصل، وقد تلثم ويبدو أنه كان بعد المغرب كما بلغت القصة. فسلم عليه حياك الله يا أخي الكريم، قال جزاك الله خير وأنت رجل مبارك، وش رأيك بس تقصر الصوت؟ قال أبشر أطفيه، ما هو مثل قليل الحياء الذي قابلني قبل قليل. كان مطفى الراديو فعلا، وهو نفس الرجل، هناك كان بعنف وشدة وهنا برفق. فأحيانا نقع في هذا، ويتكرر المثل في بيوتنا مع حتى النفس أيها الأخوة. والله يوم من الأيام كنت جالس مع أحد المشايخ، مع بعض المشايخ، فجاء أحد كبار المشايخ وقال لطالب العلم الآخر أنت ألاحظ أنك تراعي الناس، يعني تراعي نفسياتهم. قال سأقول لك خبرا، أنا جالس أسمع. قال أنت مستغرب لماذا أراعي الناس؟ يعني برفق ولطف راعي الناس. قال والله إنني أراعي نفسي فضلا عن غيري، أخاف تفلت مني، سأخذها بالأمور الواجبات لا أعطيها فرصة، لكن في أمور السنة وغيرها لا لا بهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد. حقيقة معاني عظيمة جدا، وهو اللطيف الخبير. أنا أطلت لأن الأسبوع الماضي ما أعطيت هذه الآية حقها، فنحتاج إلى فعلا إلى أن نتعامل مع أنفسنا كما قلت، ومع أهلنا ومع من حولنا باللطف والخبرة والرفق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال بعد ذلك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هي فيها إيماء يقول وهو يخاطب الكفار، لأن السورة مكية، ألا تتفكرون من جعل لكم الأرض ذلولا؟ الذلول تطلق على الناقة سهلة الركوب، ولذلك تسمى ذلول، الناس يعرفون هذا، ناقة ذلول ليست نافرة، فسماها الله ذلولا، أي ليست حزنة، ليست شديدة، ليست غليظة. جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهو يقول أين أنتم؟ من الذي سخر لكم هذه الأرض؟ هو الله. قلت لكم السورة فيها أسئلة مباشرة وإيقاظ للقلب، ألا تعتبرون؟ لأنه مع كثرة ما يسلك الإنسان الطريق قد لا يجلس يفكر في نعمة الله جل وعلا وتسخير هذه الطرق، تسخير هذه النعم، فهو يرد عقولهم إلى هذا الأمر. ولذلك قالوا كما مر معنا لو كنا نسمع أو نعقل كما يأمر الله ما كنا في أصحاب السعادة. فهم أغلقوا سمعهم وأغلقوا عقولهم فأوصلهم إلى النار والعياذ بالله. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الرزق أيها الأخوة وقفة مهمة. صحيح أغلب ما يطلق الرزق على ما يؤكل، قال وكلوا من رزقه، لكن الرزق أوسع من ذلك. كل عطاء أعطاك الله إياه فهو رزق، ولا يقتصر على الأكل. المال صحيح، المال أنت تشتري به ما تأكل، الولد رزق، البيت رزق، الفهم رزق، الإيمان رزق، فكل عطاء أعطاك الله إياه رزق. ولذلك زكريا عليه السلام لما دخل على مريم وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، دعاه بماذا؟ بأكل أو شرب الموجود عند مريم؟ لا، دعا ربه بماذا؟ يريد الولد، فالولد رزق من رزق الله، والآيات والأحاديث تؤكد هذا المعنى. إذن الرزق أوسع من فهم كثير من الناس أن الرزق ما يؤكل أو يستمتع به كالمال ونحو ذلك، بل كل عطاء أعطاك الله إياه فهو من رزقه سبحانه وتعالى. فتفكر من أين لك هذا؟ ك
كيف أعطيت أنت هذا الشيء وغيرك ربما لم يوفق له؟ ثم لاحظوا وكلوا من رزقه. حتى الكافر، كثير من الكفار لو سألته من رزقكم قال هو الله، كلنا نقول هذا من توحيد الربوبية كما قال، لأن توحيد الله بأفعاله والرزق من الله. لكن تعالوا للمسلمين أو لبعض المسلمين، تقول من الذي يرزقك؟ من الله. لكنه في النهاية هو من حيث التطبيق والعمل يعتقد أن الذي يرزقه فلان، فلذلك إذا حدث قال فلان قطع رزقي، لا يقطع الرزق إلا من حكى إياه. الذي يقطع الرزق من أعطاك إياه، فالرزق من الله هو الذي يقطعه، إنما هؤلاء يكونون سببا. وسأذكر لكم قصة أثرت بكثيرا، سمعتها من صاحبها مباشرة. إنسان يعمل في جهة معينة، طالب علم طبعا، وكان بعد اعتماده على الله يعتمد على ما يأتيه من هذه الوظيفة لسبب معين، ولأن له موقف من أجل الله جل وعلا، ليس تقصيرا في العمل، لا، كل تقاريره امتياز، وفصل من وظيفته. ومرت به ظروف صعبة جدا، ثم بدأت العروض تأتي إليه من هنا وهناك، فرفضها كلها، حتى إن الذين فصلوه بدأوا يعرضون عليه الأموال ويرفض، يرفض وهو في أمس الحاجة. فجاءه بعض الناس وقالوا: ما أنت الآن يأتيك من غير طلب، لماذا لا تأخذ؟ قال: رزقي سيأتيني، رزق عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هكذا في السماء رزقه، هذا قضية إيمانية. فقال: سأذكر لكم مثال يبين لكم هذا الحقيقة. قالوا: كيف؟ قال: دعونا نأخذها بلغة المنطق. أليس الله جل وعلا يقول: في السماء رزقكم وما توعدون؟ قال: إذا رزقي في السماء؟ قالوا: نعم. قال: طيب، أنا ما تخليت عن العمل بسبب مني، أو نمت في البيت وأقول يأتيني الرزق، لا، فالله جل وعلا كما ترون هنا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن فصلت، ولا أريد أن أقبل أي مال بسبب منه، وقد يكون سبب لدين الإنسان كما ورد عنه، إذا كان ثمنا لدينك فلا تقبل. قال: سأذكر لكم، يقول: أنا أعتبر أن رزقي في السماء، والله إن رزقي سيأتيني، يقسم وهو في أمس الحاجة. ثم قال هذا، أنا ذكرت القصة لهذا المعنى. ثم ذكر لنا مثلا جميلا، قال: الآن لو كان عندك رصيد في البنك 10,000 ريال، أنت واثق وعندك خطاب 10,000 ريال، تعرف أنها في حسابك، ثم ذهبت إلى صراف من هذه الصرافات فأدخلت البطاقة، قال: ما يوجد عندك رصيد، ما تبالي، هل يتحرك قلبك؟ ما في حركة، لأنك واثق أن عندك في الحساب، فتتهم الجهاز. تذهب إلى صراف آخر أو ثالث ولا يهمك، في اليوم يمكن ربما تذهب إلى البنك وتدخل وأنت واثق وتقول لمدير البنك: أصلحوا أجهزتكم. فيعتذر له مدير البنك، يقول: صحيح، أنت لك رصيد عشان، بس هذا خطأ في الصراف. قال: أنا أعتبر المبلغ الذي كان يأتيني من الجهة الفلانية مثل الصراف، كانت هي التي يأتي عن طريقها رزق الله، خرب هذا الصراف، تعطل هذا الصراف، رزقي سيأتيني. الآن أعرفه والله أنه من أحسن الناس حال، وهو أحسن حالا من زملائه، أحسن حالا مادية. قال: رزقي كل ما في الأمر أنا أتأخر، لحكمة يعلمه الله، ليختبر إيماني وثقتي به، لأن الله يقول: وفي السماء رزقكم وما تعد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا يعني هذا كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن يجلس الإنسان في بيته يقول: أنتظر رزقي، لا، قال: فامشوا في مناكبها كما قال الله جل وعلا، وكلوا من رزقه، وليس أن تقعدوا. لكن إذا حرم الإنسان بسبب ليس منه سيأتيه رزقه. والأحوادث في هذا، وهذا هو التوكل، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، كما سمعنا بالأمس من كلمة الشيخ في العصر، حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب الصباح ما في بطنها شيء وترجع وهي مليئة. فكذلك هنا، فالرزق أيها الإخوة، لأنه مع كل أسف
كثير من الناس للخلل في هذا الفهم تنازلوا في دينهم وداملوا وداهنوا وباعوا، بعضهم باع دينه بدنياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه، لاحظ، يبيع دينه بعرض، عرض من الدنيا. فلما نعلم أن الرزق من الله ونأخذ بالأسباب الشرعية، والله سيأتيك رزقك مهما كنت وفي أي موضع كنت. إذن ويا ويل من يتصورون أنه لا يأتيهم رزقهم إلا بالنفاق أو بقول الباطل أو بمجاملة الخلق. يقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون أن سبب رزقكم أنكم كذبتم. لا يمكن هذا. فبعض الناس لو تقول لماذا تفعل كذا، قال والله أخشى أفصل من وظيفتي، أخشى كذا، أخشى كذا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لا، الرزق يأتي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بل إن بعض الآباء ربما يصانع ابنه، قد لا يأمره ولا ينهاه، وهو يعرف أنه على منكر، لأن الابن كل شهر يعطي والده مال، فيقول والله أخشى يصير مشكلة بيني وبين أبو ابني، ثم يقطع المبلغ عنه فضلا عن غيره. هذه معاني إيمانية تذكرنا فيها مثل هذه الآيات. فإذن ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذه الأرض اللي ذلول مسحلة، ما رأيك لو الإنسان انفجرت فيه كما يحدث انفجار في الأرض؟ أأمنتم من في السماء وهو الله أن يخسف بكم الأرض، هذه الذي جعلها ذلولا لكم، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب وتهتز شديدا بكم، وقد يخسف بهم كما خسف بقارون. من أمنكم؟ نعم، من أمنكم؟ أأمنتم؟ هنا قلت لكم توجيه الأسئلة الدقيقة للقلب، تحيي الضمير، تخاطب عقولنا، تخاطب مشاعرنا، تخاطب إيماننا. ثم يقول جل وعلا: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فإما أن يخسف كما خسف بقارون، أو يأتي من الفوق كما فعل بأصحاب الفيل. من أمنكم؟ الإنسان لا يأمن أيها الإخوة من مكر الله، لا يأمن مكر الله، وقد نهى الله جل وعلا أن يأمن الإنسان من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم. فالإنسان أأمنتم مرتين يكررها، إما أن تخسف به الأرض أو تسقط عليه كسرة، يسقط عليه البيت، تسقط عليه طائرة، أحوال كثيرة جدا، فكلها تخاطب هذا المعنى وتوقظ القلب. ثم قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لاحظوا أسلوب الخطاب، مرة يخاطب الإنسان، مرة يذكر الجمادات كالسماء والأرض، ومرة يذكر العجماوات. سبحان الله، اسمحوا لي لعلي أوصل ما أريد أن أوفق له، هذا توفيق من الله جل وعلا، أن يوفقني وإياكم. يعني الذي أرسل بالرسالة هو الله، وهو القادر على إهلاك عباده، وهو القادر على هدايتهم، لكن انظروا الأساليب العرض لعلهم يهتدوا. يعرض عليهم قضايا في أنفسهم، في رزقهم، يضرب لهم الأمثلة في السماوات والأرض في تذليلها، يهددهم بالعقوبة، ثم يضرب لهم أمثلة بالعجماوات كالطير. سبحان الله، من أجل أن يهتدي الناس. هل نحن نعرض الحق على الناس بهذه الطريقة؟ هل نحن نحتال، اسمحوا لي، لأن الحيل منها ما هو مشروع وممنوع؟ الحيل على نوعين: حيل مشروعة وحيل ممنوعة. والحيل الممنوعة كحيل اليهود، فهم أصحاب الحيل المحرمة، كما يحدث الآن في بعض البنوك من حيل كاذبة، يقولون وفق الشريعة، وهو أبعد ما يكون عن الشريعة، وهو أسوأ من الربا، كما قال بعض مشايخنا، أسوأ من الربا الصريح، حيلة، كذب على الله جل وعلا. يدخل الإنسان ويجد كما يقال مذبوع على الطريقة الإسلامية، حتى كتبوا على السمك مذبوع على الطريقة الإسلامية. نعم، هذه حيل. فهل نحن نحتال لإيصال الحق لقلوب الناس؟
على لقلوب أبنائنا، لمن تحت أيدينا. مرة نعرض لهم بهذه الطريقة، مرة نعرض لهم بهذه الطريقة، مع أننا لا نملك هدايتهم، فنحن أحوج بأسلوب العرض الجميل اللطيف الخبير باللطف في هذا العرض. إذا كان الله جل وعلا هو الخالقنا ورازقنا، هو الذي بيده الهداية والإضلال، يعرض على الناس بطرق متنوعة لعلهم يهتدون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. كما قرأ الشيخ اليوم في صلاته: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فنحن نحتاج أيها الإخوة لأسلوب العرض، فهو نوع بالخطاب في هذه السورة العظيمة التي توقظ المشاعر. نقرأها لا ننتبه لهذه الأساليب وهذه الطرق. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ قال العلماء هنا، قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، هذا اسم صافة، ويقبضن فعل مضارع. قالوا لأن الأصل في الطير هو أن تكون صافة أجنحتها، والقبض استثناء، ولك لاحظ الطير وهي تطير أكثر ما تفعل أنها صافات لأجنحتها، وأحيانا في لحظات معينة تقبض. فقالوا لأن الأصل الثبات هو أن تكون أيضا قد صفت أجنحتها، فعبر بالاسم، والتعبير بالاسم معنى بلاغي تدبري يدل على الثبات والاستقرار، والفعل وبخاصة الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث. ما نقف عندما هذا المعنى صافات، ما قال وقابضات، وما قال يصففنا ويقبضنا، قال صافات ويقبضنا. عبر بهذا بالاسم، وعبر هنا بالفعل المضارع، مما يدل على ولا شك هو كلام الله جل وعلا المعجز في هذا الجانب. فعلا عبرة عندما تتأمل في هذا الطير، هذا المنظر كيف يقبض. هل تأملنا بهذا في الطائرات ونحن نركبها؟ حتى قلت لكم في الأسبوع الماضي، أحيانا ربما بعضكم يسمع من بعض من باب الطرفة وهو في الطائرة بغاية الهدوء، يقدم الطعام والشراب ويتحرك الإنسان ويمشي كأنه يمشي على الأرض، يسأل ربما زميله يقول لماذا الطائرة واقفة؟ الطائرة غير واقفة، لكن من الذي يمسكها؟ لا يا أخوتي الكرام، ليست أجنحتها ولا لا شك هذه أسباب، لكن الله هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى كما يمسك الطير. قال العلماء حتى الإنسان، أنت الآن وأنت تمشي هل فكرت كيف تمشي؟ ما تلاحظ بعض الناس ما يستطيع يمشي يسقط؟ ما تلاحظ بعض الناس ربما يضطرب يسقط؟ طيب هل فكرت في مشيك؟ تمشي على قدمين؟ كثير من الحيوانات تمشي على أربع، وبعض على كما بيان جل وعلا على صدر، أنت تمشي على قدمين. هل فكرت من الذي أعطاك هذا الاعتدال؟ هذا أعطاك هذه الوقفة، ولا قد لا تملك نفسك؟ قد تسقط، وفعلا مع تقدم السن ما يستطيع إنسان، يحتاج إلى العصا، ثم بعد ذلك حتى العصا ما ينفع. هذه كل آيات مرة أخرى تثير فينا مشاعر الامتنان، وتثير مشاعر قدرة الله جل وعلا. فهذا كله ما يمسكهن إلا الرحمن، أي من رحمته سبحانه وتعالى فعل ذلك، إنه بكل شيء بصير. هنا وقفة إخوتي، هذه قضايا إيمانية. إذا ازداد إيماننا بالله أنه بكل شيء بصير، بكل شيء بصير، تطمئن. من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه في الأزمات في المصائب، لأنك تعلم أن الله على كل شيء قدير، أنه بكل شيء بصير. أحد أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولعله ابن سليمان لم تخني الذاكرة، المقصود أحد أبنائه، لما جاء الأتراك للدرعية وحدث ما حدث، قتلوا ابنه، فقالوا أين أبوه؟ قالوا إنه في المسجد، أي ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فذهبوا إليه من باب إغار صدره، فقالوا له: قتلنا ابنك. قال: لو لم تقتلوه لمات في أجله. هذا وقت موته، ما زاد عن هذا الكلام، لو لم تقتلوه لمات. أسماء بنت أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر،
والدة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما قتل في مكة ورميت مكة بالمنجنيق سلخ تلخوه لإغاظة، فجاء الحجاج عليه من الله ما يستحق، وهو الذي رمى الكعبة بالمنجنيق وهو الذي قتله وسلخ، قال له، قال لأمه أسماء ذات النطاقين التي بلغت قرابة 100 عام لم يسقط لها سن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها لما شقت نطاقها وربطت فيه في الهجرة كما تعلمون، فسميت ذات النطاقين، أخت عائشة رضي الله تعالى عنهم، قال لها ذبحت ابنك وسلخته. ماذا تصور؟ امرأة كبيرة في السن صاحت صرخت، قالت لا يضر الشاة صلخها بعد ذبحها، خلاص خلاص أنتم ذبحتوه تصلخونه أو ما تصلخونه ما يغير من الواقع شيء. قالت هذه الكلمة المليئة بالإيمان وهي أم، يعني هي لا تحب ابنها؟ لا والله، لكن واثقة مؤمنة بالله جل لا يضر الشاة صلخها بعد ذبحها، خلاص أنت لا تم الذبح ما يحدث بعده. فهذا معنى عظيم في مثل هذا، فلما نؤمن بالله وبأفعاله. ولذلك الآن أتعجب تأتيني حالات يقينا تسمعون بها من كبار السن وخاصة في الرجال أو النساء، قد يكون عوام والله عندهم من الإيمان بالقضاء والقدر وبأقدار الله ما لا يوجد عند بعض طلاب العلم فضلا عن غيره، عندهم قوة في إيمانهم سبحان الله والرضا بقضاء الله وقدره. آخرها امرأة أعرفها توفي ابنها حتى ندعو لها، وهو ذهب يدرس قبل 3 أشهر تقريبا، ففقدوا الاتصال به فوجدوه قد مات في غرفته في الفندق رحمه الله، شاب. كنا لأنني أعرفهم جيدا وذهبنا في غير الرياض وصلينا عليه وعزينا أهله رحمه الله وجبر مصابة، وهو أصغر أبنائها، وتعرفون عند الأم أن أصغر الأبناء أحيانا يكون أشد، شاب لم يتزوج، فيقولون أقاربها وأولادها يقول والله ما تبكي، يقول حتى تمنينا أنها تبكي لعلها تنفس عن ما في نفسها، تقول أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره، لو كان عندي لمات في فراشه، مع أن الموت كانت صعبة ومفقود، وجلس أسبوعين حتى أو 10 أيام حتى يصل، إجراءات رسمية في البلد الذي مات فيه، لكن انظر قوة هذا الإيمان، مجرد دمعة ما دمعت، بينما رأيت بعض أقاربه وهم يعزون والدهم والله ما ملكوا أنفسهم من البكاء متأثر بالواقع، وأمه هي أقرب الناس إليه، ورحمة الأم معروف ثابتة صابرة، عمرها فوق 70، المرأة عمرها فوق 70 سنة، لأن أصغر الأبناء أبدا لم تبكي، جلست أيام وليس في لحظة واحدة لم تبكي أبدا، وتسبح وتهلل وتذكر الله وتقول ابني أحتسبه عند الله جل وعلا. إذا لما نؤمن في هذه إنه بكل شيء بصير يزداد إيماننا، فهو يعطي الإيمان عظمة في هذا أيضا. ثم يقول أمن هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، ينقلهم من خطاب إلى خطاب ومن أسلوب إلى أسلوب. لاحظوا اليوم نحن نعيش معركة مع عدونا، مع الصفويين، مع الرافضة، مع اليهود والنصارى في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، الآن قامت معركة تختلف عن غيرها أيها الأخوة، ليس والله إقلالا من المعارك الأخرى كلا، فقضية الأمة الكبرى هي قضية فلسطين ولا شك وهي المحور الرئيس، لكن الدخول في الحرب الآن مع الحوثيين هم يقاتلون بالنيابة عن إيران الصفوية المجوسية. يجب أن نسأل أنفسنا أمن هو جند لكم؟ أقول هذا لماذا؟ لأن البعض حتى من المسلمين حتى من أهل السنة مع كل أسف يحسبون القوى بعدد الطائرات وبعدد الأسلحة عند إيران كذا وعند دول الخليج كذا وعند غيرهم كذا. لا يا أخي الكريم، لا شك أن الأخذ بالقوة مطلوب، وأعدوا لهم استطعتم من قوة ولا نقلل، لكن في النهاية النصر بيد الله، النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، لاحظوا كلمة الرحمن، إذا لنتوجه إلى الرحمن سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. هناك غفلة الآن فيما ألحظ وأتابع أخبار المعارك
يركز الناس على القضايا المادية. بالنسبة للكفار لا يستغرب هذا أيها الأحبة، لأنه قال إن الكافرون إلا في غرور، مغرورون بقوتهم المادية، مغرورون بأموالهم، مغرورون بطائراتهم، مغرورون بكثرة جنودهم، غرور، والغرور ينتهي. نعم، وعد خلام كالغبار يأتي ويذهب، لكن المؤمن يتوجه إلى الله. ولذلك علينا نحن في مثل هذه المعارك التي بدأت الآن في الأمة، وأنا متفائل بإذن الله بانتصار خير، وكنت بالأمس عند أخوة من اليمن متفائلون كثيرا، وإن كان لا أحد يريد الحرب، لكنها إذا لم يكن إلا الأثنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إيران تمد نفوذها الصفوي المجوسي، حتى قالوا إن صنعاء هي العاصمة الرابعة التي سيطرت عليها إيران، وممتدة في أفريقيا، في شرق آسيا، في كل مكان. قاتلهم الله، دخلت الأمة معركة، وهي معركة شاملة ليست جزئية. يجب نتوجه إلى الرحمن فبيده النصر، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، مع الأخذاء بالأسباب المادية. هذا معنى حقيقة يغيب عن الذهن، ويركز البعض على الجانب المادي في قوة السلاح أو الطيران، ويغفلون عن قوة الله جل وعلا. أذكر قصة جميلة وقعت قبل قرابة 80 سنة، أول ما جاءت الطائرات البريطانية، فكانوا في بلد وجاء المجاهدون، وكانت تلك البلدة خاضعة للنفوذ البريطاني، فجاء المجاهدون لفتحها في إحدى الدول العربية، وهم يستعدون، فهم يتحدثون، قالوا نخشى من طائرات البريطانية، ما كانت تعرف في الدول العربية، إن بريطانيا فقط التي كانت كما يقولون لا تغيب عنها الشمس لاحتلال بلاد المسلمين. ففي رجل صالح، رجل زاهد ليس من العلماء، فسألهم قال ما هي الطائرة؟ قالوا طائرة تأتي حديدة من فوق تمشي وتسقط علينا قنابل. قال لهم كلمة واحدة، طبعا من باب التقرير ليس من باب الجهل، لا، قال هذه الطائرة فوق الله ولا تحت الله؟ قال لا، استغفر الله، تحت الله. قال لا، ما عليكم. والله يحدثني بعض الأخوة الذين كانوا في باكستان عام حرب عام 65، يعني 85 هجري، لما حاربوا مع الهند، يقسمون بالله أنهم يرون القنابل تسقط من الطائرات ولا تصل إلى الأرض. يقول نرى القنابل تسقط ولا تصل إلى الأرض، أما تنفجر في الجو من الذي أذهبها؟ هو الله، ولله جنود السماوات والأرض. نعم، لله جنود السماوات والأرض، عندما وما يعلم جنود ربك إلا هو، من جنوده الريح كما هزمهم في الأحزاب، من جنوده الصيحة، من جنوده الخس، من جنوده الماء، وهذه الأنهار تجري من تحت يهلكه الله بالماء. وعاد يقولون من أشد منا قوة؟ يهلكهم الله بالريح، ريحا صرصرة. قارون عنده المال ويقول يغتر بنفسه، يخسف الله به بمن معه. أيضاً أيها الأخوة، ولله جنود السماوات والأرض، لما نتوجه إلى الله، الذين جاءوا لهدم الكعبة يرسلهم طير أبابيل تقصفهم حتى يصبحوا كالروث، طيراً أبابيل ترميه بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول كما مر معنا. توجه إلى الله وينزل. فمن جنوده سبحانه وتعالى الملائكة يقاتلون مع المؤمنين، من جنوده البشر، من جنوده كل مخلوقاته، من جنوده سبحانه وتعالى. فمعاني عظيمة في إذا توجهنا أو تواجهت الأمة وواجهت عدوها أن يعلموا أن الجنود. ذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله قصة عجيبة سمعتها بإذن من عام 88 زارنا في معهد بريده العلمي. يقول سعد بن أبي وقاص لما ذهب وهو يريد أن يفتتح في العراق الفرس، تأخرت عليه المراكب، والجيش إذا تأخر عليه الحركة يؤثر فيه، فقام وقال لسلمان الفارسي في الليل مر على الجند، الآن بينهم وبين الفرس النهر دجلة أو الفرات، هم هنا وهؤلاء، وهم يحتاجون إلى أن يعبروا إليهم. فقام سلمان ونظر علي رضي الله عنه في الجيش، فوجدهم بين راكع وساجد وخاضع،
فلما جاء لسعد قال ماذا وجدت الجيش؟ قال وجدتهم بين مصلي وبين ذاكر لله وبين نائم. قال هل وجدت معصية في الجيش؟ قال أبدا. قال في الفجر سأصلي الفجر ثم سأركب فرسي وسأقطع النهر، سأقطع النهر في فرسه والنهر عميق. فجمع الناس وبلغهم فركب فرسه، شوف قوة الإيمان، انظر إلى قوة الإيمان، فجمد الله لهم النهر ومروا عليه كأنهم يمرون على البسيطة. فلما رآهم الفرس يمشون على النهر قالوا هؤلاء شياطين شياطين، وهربوا بدون قتال. هكذا ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تكون القضية عند قضية مادية، هؤلاء عندهم وعندهم، لكن المهم أن نركز على الإيمان، على الالتجاء إلى الرحمن سبحانه وتعالى. أما الكفار فإنهم في غرور معجبون. إذا كان المؤمنون وهم مؤمنون لما أعجبوا بكثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وهم المؤمنون وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرور والإعجاب بالنفس باب خطير يؤدي إلى الهزيمة. المعصية في الجيش كما حدث من الرماة، الرماة جزء من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم الذي وقع في المعصية، بعضهم بس، وتقع الهزيمة ويقتل أكثر من 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثله قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم يجب أن ننتبه للمعاني الإيمانية الآن، وعلى الذين يقاتلون أعداء الله أن ننتبه للقضايا. يحدثنا أحد الأشخاص في دولة عربية، رجل صالح يقول دخلنا كنا في عازمون على حرب، والله يحدثني بها مباشرة أيها الأخوة، يقول دخلنا على قائدنا وسماه، فقلنا له أنت رفعت من مستوى الجيش في الدورات التدريبية وغيرها وإعداد الجيش في ذاك البلد، لماذا؟ لأنك أدخلت من التدريب ومن شروط الترقية حفظ جزئين من القرآن، حفظ جزئين من القرآن. تدرون ماذا جابهم؟ قالوا كما يوجد في بعض البلاد. قالوا هل القرآن له علاقة بالمعركة؟ دخل القرآن في المعركة هكذا، ولذلك هزم هذا الجيش. ماذا دخل القرآن في المعركة؟ يقول نحن مسؤولين فقط عن الإعداد المادي، القرآن ما له علاقة في المعركة. تصلي كما تشاء، تصوم كما تشاء، هكذا الذي أدى إلى هزيمة الأمة أمام أعدائها وضعف إيمانها. انظروا في غزة كيف واجهوا اليهود، رأيناهم وذهبنا إليهم وشاهدنا بأعيننا عجبا، والله وتحدثت عن هذا في وقت قبل سنتين. نعم قوة الإيمان. ولذلك لما جاء اليهود وضربوا يقولون نحن نمشي في غزة، يقولون انظروا اليهود ضربوا دور العبادة، قلت لا ما ضربوا دور العبادة، كيف؟ انظروا المسجد مهدم. قلت ضربوا يعتبرون أشد من الثكنات العسكرية، لأنهم يعتبرون أن الذين واجهوهم في غزة هم الذين تخرجوا من هذه المساجد، فاليهود يدركون يعرفون، فضربوا المساجد لأنها تخرج الرجال، فهم يدركون هذه الحقائق. فلذلك إذا كان اليهود يدركون هذه الحقيقة لكن بعض المسلمين لا يدرك هذه الحقيقة. إذن أمن هذا الذي هو جند لكم ومنصوركم من دون الرحمن، ثم يقول أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، وهذا تكرار في باب الرزق. يقول الله جل وعلا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، عتو استكبار ونفور بالنسبة الوقفة التي يشير إليها هنا. إذا سمعت الحق كائنا من كان فاحذر أن تنفر منه. ولذلك قصة الثلاثة على الرجال، وأحدهم قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جلس في مقعده وبعضهم صرف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما هذا فآواه الله على طريقه، وأما الثاني الذي جلس في مكان قال فافتحيا الله، وأما الثالث فأعرض عنه. اسمحوا لي أيها الأخوة أن أخاطب قلوبنا. أحياناً يكون الإنسان في المسجد يكون شخص يلقي كلمة، الإنسان ما عنده ارتباط ليس له عذر، لكن قد يقول هذا الشخص ما يستفاد منه فيقوم ويترك، هذا خلل. ماذا يريد؟ والله قد تسمع منه كلام أو شيء ينفعك ما لم تسمعه من أكبر من الله. قال تعالى بل لجوا في عتو ونفور، أغراض كأنهم حمر مستنفر يخشى الإنسان. يقول أحد المشايخ كنت يوم من الأيام في مجلس في مسجد
ويقول عندي بعض العمل مقام شخص يقول أعلم وأعلم كلمات فأردت أن أخذ لأجل ذنب عمل أكثر لا بعد أسفل يقول والله أنا قصر معاقبة لنفسي يقول والله ومتخصص هذا الرجل أقول كبار الرجل يقول سمعت منه فائدة في القرآن وقفة في القرآن ماذا ما أسمع في حياتي مع أن هذا الشخص متكلم في درجة طلابة يقول تعجبت كم مرة قرأت هذه الآية وأحتاج إليها في كتبي يقول مؤلفاتي ودعوتي والحمد لله نعم ويقول ما سلمت وسلمت عليه شكرا لا تعلم يوم من الأيام كنت شابا صغيرا في المرحلة المتوسطة جاء رجل يلقي كلمة وهو معروف بمس بعقلة توفي رحمه الله فجنبي أحد جيراننا رحمه الله سقط في البئر ففقد سمعه توفي رحمه الله فالتفت علي يتكلم لكن ما يسمع إلا بصعوبة قال هذا شبوه لأن لاحظ بعض حركاته والرجل فيه ضعف العقل قلت له ينصح قال اللي يقول خير جزاه الله خير اللي يقول خير جزاه الله خير ماذا بعد هذا الكلام ابو هريره اعتبر من الشيطان ابليس في آية الكرسي انتظر كما هو كذوب فاذا رايتم من يتكلم الا من يقول لك ابدا يخشى الواحد ان يكون يوم الاعراض او ان يوقع في قلب هذا ما عنده شيء جديد ما يستفاد منه هذا عمل قلبي خطير يحتاج الى ان ننتبه له وما ندريك ان جلوسك في هذا المجلس فيه بركه وفي اجر وفي عباده وفي سلامه لقلبك وفي فائده كما قلت في هذا المسرح لا تحدثت قبل ايام في خلال هذه الايام ثم يقول الله تعالى فمن يمشي مكبرا على وجهه اهلا من يمشي سويا على صراط مستقيم في لفته نبيه عجيب لا أفضل يمشي مكبر على وجهه ما قال على طريق المعوج لا أفضل يمشي مكبر على وجهه أما يمشي لاحظوا كذا يقول جل وعلا مكبر على وجهه أهلا أما يمشي سويا على صراط مستقيم فوصف المهم بأنه سوي يمشي على ووصف الطريق بأنه مستقيم بينما وصف الكافر بأنه يمشي مكبر على وجهه ولم يصف الطريق أعيد المعركة خطيرة جدا أفمن يمشي مكبر على وجهه ما قال أفمن يمشي مكبر على وجهه بطريق المعوج لا أفمن يمشي مكبر على وجهه أهدى الكتاب أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قال العلماء لأن المكب على وجهه لا يحتاج إلى أن يكون يمشي بطريق المعوج لا ينفعه فهو يمشي على وجهه فهو يعيش حزين يكفي أن ترى أنت يمشي بهذا الأمر هناك حيوانات أكرمكم الله تمشي فعلا وتجد مكبة على وجهها مؤثرة فالله ضرب هذا المثل بالكفار بالمعرضين ومن يمشي سويا على صراط مستقيم كأنه لا يحتاج إلى أن يصف طريق الكفار فإياك أن تتصور أنه يمشي سويا إياك أن تتصور أن من هو على ضلال يمشي في سعادة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا مثل منفر يعرضه الله جل وعلا أي حتى لو بدا لك أن هذا الرجل يمشي مستقيما ليس كذلك ما دام ضالا عن طريق الله جل وعلا وهذا في الدنيا والآخرة ثم قال قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقفات سريعة لأن الوقت وأريد أكمل السورة أولاً يقول الله جل وعلا لماذا ذكر السمع والأبصار فقط؟ قالوا لأنها هي أكثر الحواس نفعاً وهي من أسباب الهداية السمع والبصر ثم ذكر الأفئدة بعد ذلك قالوا لأنه لا يمكن أن يصل الحق للفؤاد للعقل للقلب إلا عن طريق السمع والبصر فقدمها قالوا وقدم السمع لأن السمع أكثر نفعاً من البصر لاحظوا مثال كثير من كبار علماء الأمة
قد فقدوا أبصارهم ومعاك من كبار علماء الأمة، فما ضرهم كثيرا، لكن قل أن تجد عالما من علماء الأمة وقد فقد سمعه بالكامل. لا، لأن السمع قالوا أقوى وأحوج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال العلماء حتى تتذكر هذه الثلاثة ونفع هذه الثلاثة السمع والأبصار والأفئدة، يكفي أن تتصور شخصا أصم أعمى فقد عقله، لا عقل ولا سمع ولا بصر، هذا هو الكافر، هذا هو الكافر. حتى ورأيته يبصر هو لم يبصر، لو كنا نسمع أو نعقل هم يقولون هذا الكلام ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك هذه نعم يذكرها الله جل وعلا فهل نحن فعلا نستخدم السمع والبصر؟ لذلك يقول الله جل وعلا بعد ذلك قليلا ما تشكرون، قال هو الذي جعل لكم السمع، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. قال العلماء هذه الثلاث انظر كيف تستخدمها، هل أنت تستخدم سمعك في طاعة الله، تستخدم بصرك في طاعة الله، تستخدم عقلك وتفكيرك في أمر الله في تدبر القرآن، وإلا فأنت يخشى عليها الواحد أن يدخل في هذه الآية قليلا ما تشكرون. انظروا إلى عدل الله، ما قال إنهم لا يشكرون إطلاقا، هذا عدل الله جل وعلا، يقول قليلا ما تشكرون. لا، بعض الناس إذا تكلم مع حسن قال أنت ما فيك خير، لا يا أخي الكريم فيك خير، لكن قد يكون خيره أقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف النساء لو أحسنت إليها الدهر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامه، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إذا تسمح لي والله بعض الأخوات أقولها من أجلهن، أقولها لا أحسن ولا أتردد، أقول أغلب من يتصل بي لها مشكلة مع زوجها تقول لي والله ما قصرت معه في شيء. قلت ما قصرت معه في شيء؟ أمره لو قلت يقع تقصير يقع بعض الشيء، قلت إذا قال لك زوجك أنني ما قصرت في شيء فهو يكذب، صعب الكمال صعب. لكن لما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولذلك هنا قال قليلا ما تشكرون، ذكر العلماء إذا قالوا هذا باعتبار شكر الشاكر، وفي آية أخرى وقليل من عبادي الشكور، فالشكر يجب أن في أن كل هذه النعم السمع الأبصار المال كل شيء هل أنت تستخدمه في طاعة الله أو لا. إذا استخدمت المال، إذا استخدمت قدميك، استخدمت يدك، إذا استخدمت بصرك عقلك في شيء من معاصي الله فهو تقليل من شكرك لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن كفر هذه النعم استخدامها في غير طاعة الله. الذي ينظر إلى الحرام ما استخدم عينه في طاعة الله، الذي يستمع إلى ما حرم الله هذا ما استخدمه ما شكر الله جل وعلا. وهلما جرى في باب المال، الآن بيوت بعضنا البعض أقول قد تكون فيها معاصي الله، يشتري بنعمة الله بمال ما يعين على معصية الله من قنوات فضائية فاجرة أو من غير ذلك. بعض الأخوات تستخدم نعمة الله في لباسها القصير وفي لباسها العاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لم أرهما، وذكر منهم ونساء كاسيات عاريات، كاسيات أي كأن عليه قطعة من القماش لكن عارية في الحقيقة، عارية من عقلها، عارية من أخلاقها، عارية من نعمة الله، إلى أن يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات. أمر عظيم جدا لأن استخدم نعمة الله عفوا في غير طاعة الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول ويقول ما هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إن العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وهذا سبقا تحدثت عنه كثيرا أن مهمتنا هو البلاغ وقول الحق، أما الهداية فهي بيد الله جل وعلا. ثم يقول قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، هذا من أسلوب الحوار، والله سبحانه وتعالى سيحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أسلوب الحوار أن تتنزل في الحوار وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على هدى، هم اللي في ضلال. لكن لما تحاور إنسان يسمونه أسلوب التنزل في حواره، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هنا معنى عميق جدا في باب التوكل،
حتى الإيمان تحتاج إلى أن تتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا معنى يضيع علينا في كثير من أذن. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. توكل على الله ليس في باب الرزق، بعض الناس يعتبر التوكل في باب الرزق، لا، التوكل حتى في الإيمان، حتى في الهداية، حتى في الدعاء. أنت تدعو صحيح لكن توكل على الله جل وعلا. نعم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم تواصل هذه الآيات لمعانيها البديعة والبليغة، ثم تبدأ الآيات بحوار. سبحان الله، هذا الأسلوب أيها الأخوة ذكر العلماء معنى عميق. يقول: قل أرأيتم إن أهلكني الله، قل هو الرحمن آمنا به. الشاهد أنه لا يواجههم مباشرة وإنما يعرض لهم تعريضا. وهكذا أنت إذا أردت أن تناقش إنسانا قد يكون من المناسب أحيانا ألا تواجهه بالتهديد، قد يكون تختلف الحالات، إنما قل الذي يفعل كذا قد يقع عليه كذا، اذكر له قصة من القصص التي وقعت حتى تصل فعلا إلى المناسبة وإلى مخاطبة عقله وعلى رجاء هدايته وأنت تدعو له. لأن البعض، ولذلك لما قال أحد الأشخاص كما ورد في الحديث الصحيح لأخ له قد أسرف على نفسه، نعم، فوالله لا يغفر الله لك، لأن أخاه كان مترف على نفسه، غضب الله جل وعلا وقال: من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يتألى علي؟ والله لا يغفر الله لك، قد غفرت له وأحبطت عملك. غفرت له مع ذنوبه وأحبطت عملك، لأنه معجب بنفسه، والله لا يغفر الله لك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله دعا على بعض قومه ودعا عليهم وقنت عليهم، يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، مهمتك البلاغ. فأحيانا بعضنا يتعدى على حدود الله، بعضنا يتألى على الله، نحتاج إلى كما في هذه السورة تعرض لنا بهدوء، ليس كما بين الله جل وعلا في هذه الآيات أنه ليست الهداية لك، إنما الهداية بيد الله جل وعلا، ليست لك أنت. ما على الرسول إلا البلاغ، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ أحيانا قد يحزن بعض الناس: لماذا فلان لم يهتدي؟ ننظر، إن كان حزنا لأنه لم يهتدي لله فهذا حسن، وإن كان حزنا لنفسه فهذا في الحقيقة خلل كبير يقع فيه الكثير. فلننتبه لمثل هذه المعاني. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، لما رأوه، لاحظ، عبر وما وقع إلى الآن، ما وقع. فلما رأوه، قال العلماء: لأنه هذا وعد من الله وهو متحقق الوقوع، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله، أتى فعل ماضي. طيب، ما جاء أمر الله إلى الآن، حتى الآن ما جاء أمر الله، والسورة نزلت قبل 1400 سنة والله يقول أتى أمر الله. قال العلماء: لأنه متحقق الوقوع، سيأتي. فهكذا قال: فلما رأوه زلفة، أي عندما يرونه مستقبلا قريب منهم سيقولون كذا وكذا. ثم قل أرأيتم، ثم تأتي الآيات إلى أن يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ذكر الكشاف، زمخشري الكشاف وكذلك ابن عاشور، أن رجلا لما سمع هذه الآية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال: تأتي به الفؤوس والفلوس، فأذهب الله عيني ما فأذهب الله ماء عينيه. هكذا ذكر المفكر الإمام أحمد كما يذكر ابنه صالح رحمه الله، يقول: كان أبي وهو يغرف الدلو فإذا خرج الدلو وفيه ماء حمد الله. قلت له: يا أبتي، في مع كل دلو تحمد الله؟ لماذا؟ قال: ألست تقرأ يا بني؟ قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. مع كل أسف أيها الأخوة، اسمحوا لي وإن كانت جاءت الإقامة لكن أستأذن بدقيقتين أو ثلاث. الآن دراسات: لا يوجد مياه. يا أخي، المياه من رب العالمين. الأمطار، أين توكلنا، اعتمادنا على الأسباب المادية؟ وهذا نقص في الإيمان لا شك. نعم، الدراسات مهمة والمعلومات مهمة، لكن الاعتماد عليها لا، فهي من الله جل وعلا. هذا معنى يغيب عن البال في قضايا طلب
الرزق في هذا الجانب ونتصور أنه خلاص ما دام ذهب الماء أو نقص الماء لا يمكن، هذا خلل في إيماننا بالله جل وعلا، فعلينا أن نعرف. قاعدة ذكرها أحد العلماء جميلة جدا أختم بها، يقول حسب حاجة الناس لكل شيء يكون توافره وعدم سيطرة الناس عليه. خذوا مثال، هل واحد منا يستطيع أن نستغني عن النفس دقيقة؟ لا، ولذلك الهواء موجود في كل مكان ولا يباع ولا يشترى، وفره الله في الكون كله لأن النفس تحتاج إليه. تصوروا لو كان الهواء يباع ويشترى، في إنسان ما عنده فلوس، تأتي الحاجة بعده للماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، نسبة التحكم فيه نسبية، لأن الإنسان قد يصبر عن الماء إلى أسبوع إلى أكثر أحيانا، فلذلك قالوا هو متوافر، تحفر وتجد ماء، تستغيث ويأتيك الماء، ونسبة التحكم إن وجدت محدودة فلذلك. ثم الطعام، ثم وهكذا. قالوا بقدر حاجة البشر لشيء يكون توافره ويكون سيطرة الناس أو عدم سيطرتهم عليه. هذه لا شك نعمة من الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم ننتقل إلى الجزء الثالث بعد توفيق الله وانتهائه من انتهاء الجزء الثاني، نبدأ مع سورة التحريم في الجزء الثالث الذي هو جزء قد سمع، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.